لو تفتكروا السنة اللي فاتت في بداية العظة برضو قلت لكم ان احنا وصلنا للحد الرابع اللي هو حد النص احد السامرية في الصوم الكبير. قلت لكم الايام بتجري بسرعة، الايام الحلوة بتجري بسرعة. تخيلوا الكلام ده احنا قلناه السنة اللي فاتت عن الصوم الكبير انه بيجري بسرعة، السنة دي نقول ان الايام زي الوشيعة بتجري بسرعة زي المكوك. احنا وصلنا للسنة اللي بعديها اللي نقول برضو فيها ان ايام الصوم الكبير بتجري بسرعة، احنا وصلنا الحد الرابع احد النص. بنعمة ربنا يسوع المسيح الهنا الصالح والروح القدس الهنا المعزي هنتكلم النهاردة عن الجرة او الجرة بتاعة المرأة السامرية. يا ترى هي ايه دي؟ الجرة بتاعت المرأة السامرية اللي كانت بتملى بيها مية ما هي إلا أداة الإثم، الأداة اللي كانت تستخدمها في الخطية. معقول؟ نعم. وإيه استنتاجك؟ زمان كان الحر شديد جدا جدا، ولا سيما في أورشليم وفلسطين وفي بلد صخار والسامرة كانت درجة الحرارة صعبة جدا. في الساعة السادسة من النهار يعني الساعة 12 الظهر عز النقرية زي ما بنقول. فالستات لما كانوا بيملوا البيوت لبيوتهم بيملوا الساعة 6 المغرب لما الشمس تغيب. فهي عشان تهرب من عيونهم، لا طبعا كانت امرأة مشهورة، فكانت هي بتروح الساعة 12 الظهر اللي هي السادسة من النهار بالتوقيت العبري زمان أيام ربنا يسوع المسيح لكل المجد، أو حسب التوقيت اليهودي الطقسي. ففي الجو الحر ده هي راحت تملى المية، مش ليها بقى وفقط، لكن كان كل الناس اللي هي بتتعامل معاهم. طب ربنا يسوع يمشي 6 ساعات لحد لما يوصل في الساعة اللي هي فيها المرأة السامرية على بئر يعقوب في صخار عشان يخلصها، وهي امرأة خاطئة ومصرة على خطأها؟ لا، ما كانتش مصرة ولا حاجة. استنتاجك؟ أقول لكم استنتاجي إيه؟ الإنسان اللي عايز يتوب وفي خطية مسيطرة عليه اللي هي الجرة دي. الجرة دي يعني احنا عندنا في الفيوم بنسميها البكلة، معرفش تعرفوها البكلة دي ولا لأ، أو الزير الصغير برضو معرفش ان كنت تعرفوا الزير ولا لأ، أو الزلعة، هي دي الجرة كانت بتشيلها علشان تنقل مية للناس اللي هي بتتعامل معاهم. ربنا يسوع المسيح إلهنا الصالح عيناه تخترقان أستار الظلام، بس لا، وتخترق أيضا قلوب الإنسانية، قلب كل إنسان عين ربنا يسوع المسيح إلهنا الصالح تخترقه. يعني هو شايف الإنسان ده استعداده إيه، عايز يعمل إيه. أتار المرأة المسكينة دي اللي هي الخاطية جدا اللي هي المرأة السامرية بتحاول مرارا وتكرارا إنها تتخلص من الخطية، بس شخصها ضعيف وهي إنسانة ضعيفة، كل شوية تتوب ترجع تاني، تتوب ترجع تاني. مين بقى المنقذ الوحيد؟ مش الناس، الناس كانوا دايما يجرحوها، يجرحوا مشاعرها بنظرات عينيهم، ممكن ما يكلموش معاها، لكن ياما نظرة العين بتجرح أكتر من الكلمة وتجلد أكتر من السياط. نظرة عين لما واحد يبص الإنسان نظرة احتقار دي أكتر من الألم على الوش ولا الجلد على الظهر، أكتر كتير. هي مسكينة حاولت إنها تتوب لكن مش قادرة عشان ضعيفة،
وهو إلهنا الصالح، إلهنا إله رؤوف رحيم. افرحوا أيها الأحباء إن أنتوا تعرفوا ربنا يسوع معرفة حقيقية. افرحوا إن أنتوا تعرفوا المسيح إلهنا الصالح الإله المتجسد. افرحوا، افرحوا إن أنتوا تنتسبوا إليه غافر الإثم والخطايا، يسعى دائما إلى توبة الإنسان ليضمه إلى خلاصه إلى ملكوته. افرح، افرحي. بيقول لنا في سفر حزقيال الله يطلب الضال، الضال اللي هو بعد عنه عن حضنه، ويسترد المطرود اللي هو الناس طردوه زي المرأة السامرية دي، ويعمل ايه تاني؟ يجبر الكثير، الانسان المكسور في النفس يجبره، يديله كده سلامة نفسية ويديله طيب خاطر. يعمل ايه تاني؟ يضمد الجروح، يضمد الجريح. هو ده إلهنا الصالح، هو ده اللي عمله ربنا يسوع المسيح إلهنا الصالح مع المرأة السامرية. هو شايف إن عندها استعداد للتوبة بس مسكينة ضعيفة، فراح لحد عندها. ربنا يسوع المسيح إلهنا الصالح يروح لكل إنسان فينا خاطي في خطية معينة مسيطرة عليه، ضغط عليه، هو مش قادر يتخلص منها بس هو عايز. لأن الله زي ما سفر أعمال الرسل بيقول لنا، لأن الله يأمر جميع الناس في كل زمان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. هو إلهنا الصالح ربنا يسوع المسيح له كل المجد، بيسعى دايما أنه يخلصك، وعايزك تتخلص من الجرة اللي معاك، تخلص من خطيتك، وبيروح لحد عندك. معقول بيجيلي؟ نعم بيجيلك. ده بيجيلك بكلمة، برسالة بتسمعها في الرسائل في القداس، تسمعها في وعظة، عندنا قنوات مسيحية تبع الكنيسة القبطية بتقول لنا كلام جميل جدا، وعظات روحية بنسمع منها كتير. ممكن يجيلك إرشاد عن طريق أب اعترافك، يجيلك إرشاد من إنسان صالح أمين في حياته مع ربنا يسوع المسيح وبيحب أخوه الإنسان. ممكن لما يشوفه كده في موقف مش تمام يديله نصيحة حلوة. فربنا بيسعى إليك بكل جهة علشان يخلصك وتخلص من الجرة اللي معاك دي، اخلص من البكلة، اخلص من الزير ولا الزلعة اللي معاك، لازم تخلص منها بس بمعونته هو. طب انت مش قادر تعمل ايه؟ شوف من غير صلاتك انك تطلبه انه يعينك، اسرع يا الهي لتخلصني. قل له كده، اسرع اسرع يا الهي لتخلصني، من غير انت ما يكون عندك الدافع، من عندك القوة الجبارة دي ان ربنا يساعدك فيها وتتخلص من الخطية. يبقى إذن الموضوع في إيدك، أنت اللي تطلب، أنت اللي تطلب. كان في قديسة اسمها قديسة أجية، مش عارف تعرفوها ولا لا. القديسة أجية كانت مولودة في بيت مسيحي، أب مسيحي وأم مسيحية، وعلموها تعليم مسيحية حقيقية جميلة جوه الكنيسة. تمام، لما وصلت لسن 27 اتجوزت، برضو إنسان فاضل ابن الكنيسة وناس حلوة من أسرة مسيحية كويسة ومشهود ليه من الجميع هو وعيلته. هو حد يظن إن الشيطان يروح للإنسان الضعيف عشان يحاربه؟ لا، ما هو ملكه، مش الضعيف بمعنى الضعف يعني، لا، الإنسان الخاطي عموما أو الإنسان الشرير الشيطان ما يروحلوش لأنه ملكه خلاص. لكن الشيطان يروح لفين بقى؟ لمملكة المسيح اللي هو أنا وإنت وإنتي، أو نعكسها، إنت وإنتي وأنا، إحنا أعضاء جسد المسيح الواحد. عشان يفتت جسد المسيح ويبعد أعضاءه عن بعض اللي هو إحنا يعني، يدخل من جوه الأسرة نفسها، الأسرة المسيحية الصغيرة، العيلة الصغيرة دي لو نجح فيها
في الأسرة دي إنه يقسمها زي ما ربنا يسوع المسيح له كل المجد قال إذا انقسم البيت على ذاته يخرب. إذا نجح الشيطان إنه يقسم البيت ده وبيت تاني وبيت تالت ورابع وخامس إلى آخره، يبقى كده قسم، يبقى نجح إنه قسم الكنيسة. لكن حاشا حاشا إنه يقدر يعمل كده، لأن إحنا إلهنا إله رحوم رؤوف، وإن كنا إحنا في الضعف لكن بيجي من حين لآخر لما نصرخ إليه يروح أسرع إلينا على طول ويروح لنا في مدينة صخار ويتقابل معانا عند بير يعقوب ويتناقش معانا يتكلم معانا ويشوفنا إحنا أخطأنا فين وفي إيه ويقول لنا أنتوا أولاد الملك، ما لا يجب عليك أن أنت تفكر هذا الفكر أو تنظر هذه النظرة أو تعمل هذا العمل. القديسة أجية كانت عايشة مبسوطة مع جوزها الرجل التقي ده، كان شماس في الكنيسة ورجل حلو قوي، ولكن دخل من ناحية المشاعر، فضل الرجل بيعمل حاجات كتيرة جميلة قوي وبسطة على الآخر ومريحة، لكن الرجل بدل ما بيتكلم بيعمل. كان الرجل ده اللي هو جوز الصالح له صديق، فالصديق ده كل شوية يقول كلام حلو لأجية، هو جوزها ما بيقولش، هو يقول لها شكرا ربنا يعوضك كتر خيرك تعبناكي، لكن مثلا ما كانش يقول لها أنا بحبك، لأنه هو بيعبر عن المحبة دي محبة حقيقية عملية مش بالكلمة. التاني بقى صديقه كل ما يشوفها يقول لها ايه الجمال ده، ايه الروعة دي، ده انا كنت اتمنى انت تكون مراتي، تعرفي انا كل ما بشوفك قلبي بيعمل كده، ده انا بحبك. الشيطان يدخل من الحتة دي غير فكر أجية، وابتدت مشاعرها شوية شوية تنحرف من ناحية جوزها الى هذا الصديق السوء. وبعدين بدل ما تكون هي عضوة في جسد المسيح الواحد الطاهر المقدس وتقدم نفسها ذبيحة مرضية أمام الله، سلمت نفسها للشيطان شوية شوية لحد لما أصبحت آلة إثم بدل ما تكون آلة بر. يسيبها ربنا يسوع المسيح له كل المجد؟ لا، لأنها بنته وهي أصلها طيب. انظر إلى الأصل أيها الأحباء، انظروا إلى الأصل، ما تقلقش أبدا لما تلاقي إنسان انحرف مرة كده، انظر إلى أصله إيه. الأصل لما يكون طيب ربنا ينظر إلى الأصل. من أجل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ربنا غفر خطايا الأجيال اللي جات، أخطاء أو خطايا أولاد أولاد أولادهم، وكان بيستجيب ليهم من أجل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هو ربنا نظر إلى الأساس بتاعها واستعدادها، ولما رجعت لنفسها كده وتقابلت مع أب اعترفها من أول مقابلة وبكت بكاء شديد وندمت عن الخطايا دي كلها، سلمت نفسها لربنا يسوع المسيح في طهارة كاملة حتى أن تنيحت. ربنا يسوع سعى إليها لأن عندها استعداد، مع أنها أخطأت وكلنا بنخطأ، لكن مش العبرة بالحاضر، العبرة بالمستقبل، هنكون إيه في المستقبل. كان زمان لما يكون عندي وقت كده كنت أتفرج على ماتش، كان في فريق يجيب جون، المعلق بتاع الكرة يقول إيه؟ بيقول الفريق اللي جاب جون ده اوعى تفرحوا، تفرحوش دلوقتي، الفريق اللي قدامكم قوي جدا، والعبرة بالخواتيم لألا بعد ما تفرحوا تزعلوا. لا، احنا ملناش جعبة بالكرة دلوقتي ده، بس الكلمة عجبتني العبرة بالخواتيم. طب ما القديس بولس الرسول قال كده، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. كم إنسان فينا فضل يقول المرأة السامرية أو رمز المرأة السامرية إنها امرأة خاطئة؟ حد فكر إن المرأة السامرية دي هي امرأة قديسة؟ بعد كده بقت قديسة عظيمة جدا،
وربنا يسوع المسيح بررها وطهرها وقدسها وخلاها إنسانة بقت مثال لكل إنسانة تسعى إلى التوبة، لإنسانة عظيمة جدا. العبرة بالخواتيم، العبرة بالنهاية. اوعى في يوم من الأيام تنظر لإنسان إنه إنسان خاطئ أو طريقه معوج، محدش عارف في الملكوت ده احنا نفاجئ مفاجآت أيها الأحباء في السماء، هيبقى فيه مفاجآت عظيمة جدا. ممكن إنسان ننظره باحتقار إنه كان إنسان خاطي، ونبص اللي موجود في الملكوت. ممكن ننظر إلى إنسان إنه بار وقديس ومفيش بعد كده، ممكن نلاقيه بره الملكوت، أو ممكن نلاقي الاتنين مع بعض. إيه يا رب وأنت كل دول عندك في الملكوت ده مع ده؟ يا ابني ياسين أنت بتبص بالعين، بتبص بعينك الإنسانية في الوقت الحاضر ده، الإنسان ده شكله إيه؟ لكن أنت عارف قلبه كان شغال إزاي؟ عارف فكره كان بيعمل إيه؟ عارف قد إيه جهاده ضد الخطية عشان يتوب؟ ده في إنسان ياخد سنين طويلة عشان يتوب من خطية مسيطرة عليه، يمكن ما يتوبش منها ويقلع عنها وينمي الفضائل فيها إلا في آخر أيام حياته. يبقى أنت فضلت طول عمرك تبص عليه إنسان خاطي، وفي الآخر هو كان تايب ونادم وعمل فضائل ووصل الملكوت. دايما المثل اللي احنا بنقوله ان العمارة الشاهقة دي الجميلة العالية قوي قوي دي احنا بنبص عليها من فوق بس كده، لكن ما بنعرفش ايه سر ثباتها المتين. الاساس بياخد وقت في عمله اكتر من البنى العمارة الشاهقة العالية دي. الاساس بياخد وقت اكتر كتير جدا جدا، وهو ده اللي احنا بنعمله. بناخد وقت طويل جدا في جهادنا عشان هو ده الأساس. الجهاد بتاعنا بناخد وقت طويل فيه ضد الخطية عشان احنا نتوب توبة حقيقية. التوبة ما تجيش مرة واحدة كده خلاص يا رب انا توبت وانتهى الأمر، لا، التوبة بتاخد وقت لأن ده الأساس. وبعدين بعد لما الإنسان بيعمل الأساس بتاع التوبة بيبتدي بقى يبني أدوار الفضائل، دور فدور فدور إلى آخره، لحد لما بيوصل إلى سلم الفضائل الكامل ويوصل إلى السماء. طب عايز يقول لنا إيه ربنا يسوع المسيح لكل المجد؟ يقول إن كل إنسان معرض للخطية، وكل إنسان عنده أداة للخطية. عايز يتوب الإنسان ده، أولا لازم يترك الأداة. إذا كان صديق السوء هو سبب خطاياك أو المسيطر على خطيتك، سيب صديق السوء. إذا كانت آلة الخطية آلة معينة أو برنامج معين بيخليك أنت تسقط في الخطية، اتركه بكل قوة وكل شجاعة، وخليك راجل على نفسك. حاكم نفسه خير من حاكم مدينة. كونوا رجال في الإيمان وأطفالا في الشر. ده المفروض الإنسان يعمل كده، يترك السبب، الحاجة المؤثرة اللي بتخليه يظل وثابت في خطيته، يتركه. علشان ربنا يسوع المسيح لما ينظر إلى استعدادنا إن احنا عايزين نترك، على طول يجري ويقابلنا ويعمل معنا حوار ويخلصنا ويتوبنا من الخطية ويدينا الفرح. فرصة جميلة جدا أيام الصوم، الأحد متجددة، الأحد الأول أحد الكنوز عشان يقول لنا أن السماء هي الكنز الحقيقي، الأحد الثاني أحد التجربة، أنه إحنا في العالم كده هنمر بتجارب، بس بدون ربنا يسوع المسيح مش ممكن ننتصر. الحد الثالث حد الابن الضال، بيقول لنا مهما ضليت ارجع لأبوك، ارتمي في حضنه قول له أرجع الآن إلى أبي وأقول له أخطأت يا أبتي في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا بل اجعلني كأحد أجرائك. إذا وصلنا لحد السامرية لحد النص نترك الجرة بتاعتنا ونذهب للناس نقول لهم تعالوا شوفوا قد إيه ربنا يسوع المسيح صنع معي من عجائب وعظائم وغفر لي خطيتي وخلصني وأنا تركت الجرة. اتركوا كمان، دي المرأة السامرية بتقول لنا كده. والحد الخامس حد المخلع، والسادس حد المولود أعمى. أحد متجددة جدا
ليه بقى ليه الكنيسة بتجيب لنا الفصول دي بالذات؟ عشان تخص حياتنا احنا يوميا، تخص حياتنا في مراحل مختلفة. ففرصة جميلة جدا الإنسان يفكر في الإنجيل اللي سمعه ويتأمل فيه ويناجي ربنا ويصلي له ويقول له كده فعلا المرأة عملت كذا، يا رب اديني استعداد، اديني قوة ان انا اعمل زي المرأة السامرية الصالحة دي اللي تابت على ايدك ونجيتها وخلصتها. ربنا يسوع المسيح إلهنا الصالح يبارك حياتنا ليالينا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.